بابا ازاي يعني؟ ايوه هو انا لسه في فلوس في البيت، بس لا يا غزه الفلوس كانت في الشنطه، انا لسه واخده منهم من شويه، جبت لصالح وهند ايس كريم. لا انا ما اعرفش يا ماما بابا. طب هو انت اتحركت هنا؟ لا يا ماما بابا انا اتحركت مش من المكان خالص. يعني هي راحت فين؟ ما قالتلكش يا صالح هي رايحه فين؟ لا ماشي انا هشوفها مش هسيبها. خدي تعالي انزلي لي. نعم يا ماما بابا. انزلي لي بس انزلي لي كده. هو انت صغيرة عشان تلاقي تتزحلقي؟ هو انت صغيرة بس سؤال، انت صغيرة؟ بس انا عايزة العب عادي. عايزة تلعبي؟ مش انا قلتلك خلي بالك على صالح وهند لما ينزلوا البول، صح ولا مش صح؟ قلتلك تقفي تشوفيهم وتخلي بالك منهم، ما سمعتيش الكلام ليه؟ انا ايوه انزل معاهم البول؟ تنزلي معاهم البول؟ انت تقفي برضه. بصي هقولك على حاجة، عايزاني اكلمك براحة قدام الناس ولا عايزاني امسكك اديكي حتة علقة في وسط الناس؟ والله لا خلاص يا بابا والله مش هلعب تاني خلاص. عايزاني اكلمك بالاحترام، مش عايزاني ازعقلك قدام الناس، احترمي نفسك شوية واسمعي الكلام. خلاص خلي بالك على هند وصالح تقولي لي حاضر. انا اسف خلاص. تعالوا يلا. بس انتي قاعده في ايه؟ انا عايزه اكل الكل بلايك ده. انت
عارف الجول اللي هناك ده؟ اه احسن لو خدت الفلوس. بابا ماشي يا بابا، عشان انت مش عايزه تجيبي لي بيتزا وكمان مش عايزه تنزليني. تعالى يا فلوح. شكرا قوي يا ماما. العفو يا حبيبي. ماشي اتفضل حطها لي هنا. اتفضلي يا فندم. ماشي شكرا. حالك يا فندم؟ تمام شكرا جدا. ماشي الحساب 200 جنيه. تمام ماشي. ايوه المذاكره طلعت الشيك. انا والشيف ربنا يخليك. اسمك ايه بقى؟ صالح. صالح؟ صالح صالح ايه بقى؟ انت شقي صح؟ صالح محمود الجبل. صالح محمود الجبل؟ اه. وانت اسمك ايه يا عسل؟ اسمها هند. هند. هند؟ غزل. نعم يا بابا. انا كنت حاطه الفلوس هنا. هي فين يا غزل؟ لا انا ما اعرفش يا مراد بابا. ازاي يعني؟ ايوه هو انا نسيت الفلوس في البيت. بس لا يا غزل الفلوس كانت في الشنطه، انا لسه واخده منهم من شويه، جبت لصالح وهند ايس كريم. لا انا ما اعرفش يا ابن بابا. طب هو انت اتحركتي من هنا؟ لا يا ابن بابا ما اتحركتش من المكان خالص. طب شويه واجي لحضرتك يا فندم؟ طب ماشي هجيب لك الفلوس على طول. خالص ماشي على بالك. يا غزل الفلوس راحت فين يعني؟ ما اعرفش يا ابن بابا، انا ما اتحركتش من المكان خالص. ازاي يعني ما اتحركتيش يعني؟ انا مش فاهمه حاجه. ما اعرفش ازاي يعني؟ انا متاكده ان الفلوس كانت هنا يا مراد بابا. والله ما اعرف ممكن الفلوس راحت فين يعني. يا غزل ما اتحركتيش من هنا ولا دلتي البول؟ والله ما اتحركت من مكاني حتى انا ناشفه اهو. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انا ما كنت متاكده ان الفلوس هنا. يا ماما يا ماما انا جزيتي تاني. ايه ده يا مكه ده؟ لعبتي في شنطه بابا واخدتي فلوسه يا مكه؟ طب ماشي والله العظيم لعاقبك، وهقول لبابا كمان يعاقبك عشان ما ينفعش. يا ماما خلاص. لا يا مكة عشان ما ينفعش تفتحي شنطة بابا حاجات شغل بابا، بابا هيزعقلي انا يا مكة. لا لازم اعاقبك، تعالي بقى قول لبابا دلوقتي. تعالي معايا يلا لازم اعاقبك يا مكة. ماما انا جعانة عايزة اكل. حاضر يا صالح كل يا حبيبي كل كل يا هند، مالكوش دعوة. انا متأكدة ان الفلوس كانت هنا يا غزل، انا متأكدة. هتكون راحت فين يعني؟ معرفش يا مراد بابا. انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. الحمد لله يا رب. هو ده انا كنت لسه جايه لك. شفت مكه عملت ايه؟ فتحت الشنطه بتاعتك بتاعت الشغل وطلعت منها الحاجات دي. الفلوس؟ انا معيش بترات اصلا. لا ثواني بس ثواني. هي دي مش بتاعتك اصلا صح؟ دي ردها حريم يا فندم. ايوه بس دي مش بتاعتي. انت معكش فلوس؟ انت قلت معكش فلوس؟ معيش بدنات. لا خد يا مكة تعالى. جبت الحاجات دي منين يا مكة؟ جبت الحاجات دي منين يا حبيبتي؟ في واحدة أنا قاعدة في هي في حد قاعدة بلنني تعالي تعالي يا حبيبتي لأنني درست وده. في واحدة نادت عليك وقالت لك خدي الحاجات ديت؟ اه. مين دي؟ انا ما اعرفش، انا فكرتهم اخدهم من شنطه بتاعتك وقلت كنت لسه هعاقبها والله، وبعدين هي قالت لي اه انا اسفه يا ماما. انت اي حاجه حبيبتي تيجي حاجه تاخديها؟ تعالي عرفيني مين البيت. ايه تعالي انت عارفاها يا مكة؟ اه. طب تعالي قولي هي فين. تعالي قدامي لما اشوف فلوسي راحت فين قدامي. يا بابا هي دي حبيبتي الحاجة دي بتاعتكم؟ ايوه دي فلوسي ودي نضارتي. انت متأكدة ان دي حاجتك؟ ايوه حاجتي. بس انتوا اخدتوها ازاي يعني؟ قصدي ايه؟ بنتي بنتي يعني سؤالي بالهدوء بس كده. البنت اللي قالت لنا ان في واحدة نزلت عليها اللي هي البنوتة ديت هتاخد الفلوس صح حبيبتي؟ انت عملتي كده؟ انت اللي اخدتي فلوسي وتقولي لي انا ما خدتش حاجه وما شفتش حاجه؟ الصراحه يا مرام بابا انا عملت كل ده، وكمان اخدت فلوس من شنطتك من النضاره واعطيت لها. طب ليه بتقولها ده يا حبيبتي؟ عشان دي مرام بابا وبتعاملني وحش. انت عارفه ان انا بنتي كنت هعاقبها بسببك دلوقتي؟ عشان دي مرام بابا انت مش عايزه ولا تجيبي لي بيتزا ولا تنزلي لي بول ولا عايزه تعملي لي حاجه. انا اصلا والله كنت يعني كان لازم اروح في حته حضرتك من مرات بابا يعني؟ ايوه. اصل انت هي بتقول ان انت بتعمليها وحش. انت مالكيش دعوه خالص. خلاص انا اسفين، احنا اسفين ايه بس على نفسك شويه. ماشي. تعالي يا مكه يلا. قدامي. يلا يا ستي، خلي تعملي زي ما تعملي احنا مالنا يلا. قدامي والله العظيم ما انا سايباك.
لروح البيت دلوقتي واقول لباباكي وما انتش عايشه معايا دقيقه واحده ثانيه. يا رب بابا ما انتش يا رب بابا انت اللي بتعامليه وحش. يلا على البيت هروح احاسب بس الراجل بتاع البيتزا وعلى البيت على طول. يلا قدامي يلا.